إلى ما عصيت به، ولكن انظر إلى من عصيت. النظرة الواحدة قد تدمر حياة الإنسان كلها، نظرة إلى الحرام واحدة. فالله الله أخي في الله، أنا ما أقنطك من رحمة الله ولا أيأسك من روح الله، ولكن أبشر بكل خير، أريد منك دمعة تدمعها على ما فات من هذه الأفلام. أريد منك يوم تجلس لوحدك في الغرفة وتتذكر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أي خسارة بليت بها؟ الله أعطاني البصر وأعطاني هذه النعمة ونظرت إلى الحرام، كم فيلم نظرت وكم مشهد رأيت، كيف ألقى الله، فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع، ولعل هذه الدمعة تغسل ذنوب العمر. أريد منك هذه الدمعة وأنت خالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمع هذه الدمعة أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.